استاذ خالد، يعني سريعا هنروح لروسيا مع الاستاذ ايمن بدره، رئيس تحرير اخبار الرياضه، علشان يتكلم معانا عن اخبار وكواليس المنتخب المصري، وايضا رايه في مباراه بكره ما بين مصر والسعوديه. استاذ ايمن، برحب بحضرتك على قناه الاهلي. اهلا كابتن عمر، ازيك، اخبارك ايه؟ طبعا تحياتي وتحيات الاستاذ خالد لحضرتك. حبيبي طبعا، يعني وابني العزيز وزميلي الغالي خلود، ازيك حبيبي، كل سنه وانتم طيبين، وسعيد بسماع صوتك. استاذ ايمن، يعني مباراه مرتقبه غدا امام مصر والسعوديه، مرتقبه من حيث لقاء اشقاء عرب. منتخب مصر بيامل لتحقيق فوز، والفوز بثلاث نقاط، عشان حضرتك عارف طبعا دفعه معنويه ويكتب في سجلات المونديال ان المنتخب المصري فاز، وان احنا بقى خلاص نطلع من عقده المشاركه في المنتخبات وعدم تحقيق اي نتيجه ايجابيه. حضرتك شايف مباراه بكره او مباراه مصر والسعوديه ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ يعني هو طبعا انت عارف احنا دايما بنحب نشطر على بعض. تمام. الاداء طبعا بكره هيبقى يعني حساسيه عاليه. تمام. اتمنى انها ما تخرجش عن اطار الروح الرياضيه والمنافسه الكرويه داخل الملعب. اتمنى ان تاثيرات التصريحات والاشتباكات اللي حصلت في الفتره الماضيه ما يكونش ليها تاثير على الجماهير ولا على اللاعبين. اتمنى انه يعني الاجهزه الفنيه في الفريقين يتعاملوا معاهم ويأكدوا لهم انه المباراه دي مباراه في كره القدم فقط، وبالطبع كل فريق عايز يفوز، ولكن يفوز باحترامه بالقانونيه. المباراه طبعا اعتقد انه هيبقى فيها حذر شديد من بدايتها، هيبقى فيها بعض الامتحانات على حسب ما اتوقع، محاوله بقى خط جون والدفاع بعديه دي ورده، لكن في النهايه يعني فرص الفريقين تقريبا متساويه. استاذ ايمن، يعني حضرتك عارف اكيد يعني الـ 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 الكلام اللي بيقال حاليا عن وجود كابتن عصام الحضري في مباراه غدا، يعني قرينا بعض التقارير بتقول ان هو ممكن يبدا المباراه وممكن يشارك في بعض اوقات المباراه. هل حضرتك شايف انه افضل يتم الدفع بيه من البدايه كونه متواجد في الدوري السعودي، وايضا عنده يعني عنده خبره في الدوري السعودي وعارف اللعيبه اللي بتلعب امام منتخب مصر، ولا حضرتك شايف ان ممكن الشناوي مستريكتر كوبر يحافظ على الثبات في التشكيل حتى بعد خساره في مباراتين والدفع بالشناوي في اول المباراه؟ يعني على ضوء التدريبات اللي شفناها هنا في مدينه جروزني في الفتره الماضيه، يمكن الشناوي كان عانى من شد وكان بيجري بعض التدريبات العلاجيه تحت اشراف الجهاز الطبي، طبعا الدكتور محمد ابو الاله والدكتور حسام الابراشي والدكتور بدر امام. دي كلنا كنا شفناها انه هو يعني حتى غاب عن التدريب الجماعي لفتره وبعدين عاد طبعا قبل السفر. كان عصام الحضري في جاهزيه عاليه وفي منافسه قويه بينه وبين شريف اكرامي. اعتقد ان فرص عصام الحضري هي الاكبر على ضوء يعني اخر تدريب بالامس كنت بتابعه. الشناوي طبعا بيقترب من يعني العوده بشكل كبير لمستواه بعد الاصابه او الاجهاد اللي تعرض له. لكن متهيألي ان فرص عصام الحضري اكبر، هيسجل رقم تاريخي باسمه طبعا، وهينسخ الانجاز اللي حققه الحارس الكولومبي. فممكن يكون عصام الحضري بخبرته وبامكانياته يكون هو الاساس في هذا. يعني استاذ ايمن بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، دايما مشرفني ومنورني. الاستاذ ايمن بدره، رئيس تحرير اخبار الرياضه من روسيا.